فيأتي هذا المتدبر بنية التدبر فيخالف ما أراده الله سبحانه وتعالى. مثلا عندما نقول أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فيأتي محاضر وهذا عن مسألة واقعة، فينفي أن الله يبدل السيئات لا حسنات، والله يعبر أو استعمل فعل يبدل، والتبديل أمر واضح وبين، الإتيان بشيء مكان شيء، مع اختلاف أهل العلم هل ذات السيئات تنقلب إلى حسنات أو غيرها، وينفي ذلك دون أن يطلع على كلام المفسرين أو دون أن يكون ضليعا بمعاني العربية إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة. فما كان من الصنف الثاني لا يجوز لإنسان ولو بدعوى التدبر أن يتعرض لتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. التدبر الذي نطالب به كعوام هو ما اتضح معناه، اتضح معناه بسبب السليقة التي بقيت عندنا من اللغة العربية. هناك فرقا بين الأعجمي الذي يسلم وبين المسلم العربي، تجد أن الأعجمي لا يستطيع أن يقرأ القرآن، لا يفهم كلمات القرآن لأنه أعجمي، وبين العربي، أو أن تكون تلك المعاني قد أخذناها من كلام العلماء من كتب المفسرين إلى غير ذلك. أما ما لم نعرف معنى وما لم يكن بينا واضحا، لم يعلم معناه من قبل ويتداول، فهذا لا يصح لإنسان أن يغوص فيه. فسئل أبو بكر الصديق عن الأب فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لم أعلم أو ما لا أعلم، لأن كلمة الأب أشكلت عليه فوقف حينها، فما بالك بغيره وهو رجل فصيح فقيه مصاحب للنبي صلى الله عليه وسلم.